من موسكو ينضم إلينا دكتور محمود الأفندي الباحث في العلاقات الدولية. دكتور الأفندي أهلا وسهلا بحضرتك. ألا يبدو الأمر غريبا أن ترى موسكو أن هناك انفتاحا ما أوروبيا عليها بينما تقول أنه لا مفاوضات إلا بالاعتراف بضم الأقاليم المستفتى عليها أخيرا؟ أول شيء سعد أوقاتك سيد الكريم الأخوة المشاهدين. طبعا تعلم روسيا جيدا أن أوروبا أصبحت في موقف حرج، يعني فعليا أوكرانيا أصبحت في حالة ما يسمى عالي على المجتمع الدولي وخصوصا الغرب بالذات والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. يعني لا ننسى أن أوكرانيا استنزفت اقتصاديا بالكامل، اقتصادها يعتمد فقط على المعونات المادية، سلاحها الآن في المعارك العسكرية 90% هو أسلحة الناتو وأسلحة الغرب بالذات. ونعلم جيدا أن هناك في شكاوى من بعض الدول الأوروبية بنفاذ الذخيرة ونفاذ هذه الأسلحة. لكن إذا كان هناك دكتور الأفندي، حتى نذهب إلى النقطة مباشرة، إذا كان هناك حاجة لإنهاء الحرب فهي روسية تماما كما لو كانت غربية، كما قال الرئيس بوتين. لا، ليست روسية. الرئيس بوتين قال كل حرب، شوف صديقي، كل حرب تحتاج إلى استنزاف اقتصادي للطرف الآخر. من يستنزف أولا يقعد على فوضات ويخسر عسكريا، هذا أمر مهم جدا، هي قاعدة الحروب. الرئيس بوتين صرح لشولتز قال له هذه المعونات تؤدي فعليا لعدم دخول اوكرانيا للمفاوضات، هذا امر مهم جدا. روسيا لا تستطيع ان تفاوض على الاقاليم الاربعه فعليا. لماذا؟ يعني حتى الان لا يعلم الغرب ولا يعلم الولايات المتحده والمانيا، الدستور الروسي عندما دمت هذه المناطق الاربعه بروسيا اصبحت المناطق الاربعه صارت 89 منطقه بروسيا. بالدستور الروسي لا يحق لاي رئيس او اي مسؤول روسي ان يفاوض على اراضي روسيه بعد ضمها دستوريا، يعني بحاجه عشان تحصل مفاوضات بحاجه لتغيير الدستور الروسي. تغيير الدستور الروسي تعلم ذلك أنا بحاجة إلى وقت، يعني نحن بحاجة إلى وقت لتغيير الدستور والتصويت عليه، يعني تأخذ العملية حوالي سنة.